انا شوف هذا الوجه هادشي اللي يبينوا على تبارك الله على قمه التنظيم وقمه الوعي وبينوا بانهم جنود مجندين وراء تنسيق وحزب التجمع الوطني الاحرار خاصه وحزب التجمع الوطني الاحرار عامه. تحيه لايطاليا قياده شهويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ محمد امين حرمه الله عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الاحرار. وكنشكركم جزيل الشكر على هذا العرس اللي هو حقيقه عرس في هذه القلعه التي اصبحت بفضل هذا الرجل بفضل اخ المنسق الجهوي قلعه تجمعيه بامتياز. تحيه لايطاليا قياده وتحية لإيطاليا قيادة شهوية. اليوم قيادة شهوية السيد المنسق الجهوي تخوننا الكلمات كيفاش نعبروا لك على الافتخار والاعتزاز ديالنا اليوم وحنا كنشوفوا هذا النجاح اللي تحقق النجاح الأخوات والإخوة النجاح ديال التجمع الوطني الأحرار ماشي اليوم فقط نجاح انتخابي لأن المرحلة الانتخابات دازت ولكن اليوم نجاح تنظيمي كذلك. اليوم بدأت المنظمة الوطنية الشبيبة الفدرالية الوطنية الشبيبة التجمعية من أجل إطلاق المنتدى الجهوي الأول في مدينة الداخلة واللي كيبين المكانة الخاصة لمدينة الداخلة عند الأخ عزيز خنوش وعند حزب التجمع الوطني الأحرار. المنتدى اللي كان تحت عنوان مقومات الدولة الاجتماعية ورهانات التفعيل واللي خلاله تم طرح مجموعة من المشاكل اللي كيعانوا منها الشباب وكان فرصة أيضا من أجل الإنصات للشباب والإنصات لمشاكلهم وحاولة تقريبهم مع المركز القرار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وبالنسبة للمنتدى بينوا المناضلين والمناضلات شباب التجمع الوطني الأحرار بأنهم قادين على الخدمة وكنحييهم من هذا المنطلق لأنه بلا بهم ما غادي ينجح والو. حسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي سعداء اليوم أننا نكون بين أحضان التجمعيات والتجمعيين على مستوى جهات الداخلة والذهب اللي كنتشرفوا يعني بتدبير الحزب على مستوى هذه الجهه من طرف المنسق ديالنا الناجح الاخ محمد الامين حرمه الله ومعاه فريق رائع من الشباب اللي اليوم كيدبر الشان العام سواء على مستوى الجماعه ديال الداخله ولا على مستوى المجلس الاقليمي والغرف المهنيه. وهذه النتائج اللي تحققت على مستوى هذه الجهه ما هي الا دليل على الثقه اللي عطاوها المغاربه للتجمع الوطني الاحرار لان كيثقوا في النساء وفي رجاله وكيثقوا في الكلمه اللي كاينه عند هذا الحزب. واليوم الهدف ديالنا من هذا المنتدى اللي بديناه من المدينه ديال الداخله كاشاره اولا لاننا كنحتفيوا بالمكتسبات اللي حققتها الدبلوماسيه ديالنا في هذه المناطق العزيزه على قلوبنا وكذلك بان اليوم الشعار ديال التشبيب اللي خداه الحزب راه تجسد في الارض الميدان من خلال اختيار ديال البرلمانيين اليوم شباب من خلال اختيار ديال رؤساء جماعات شباب من خلال 3000 شاب وشابه اللي اليوم دون سن ال 40 سنه اللي كيتوفر عليهم الحزب في مختلف الجماعات في المغرب. وقيد ان النجاح ديال هذا المنتدى الاول غادي يكون حافز لنجاح المنتديات الجايه ان شاء الله. يعني تشرفني انني نكون حاضره معكم في هذا المنتدى ديال الشبيبه التجمعيه بصفتي برلمانيه وايضا عضوة المكتب السياسي. كنبغي طبعا نشكر كل المنظمين على هذه الندوه اللي قمناها اليوم وكان فيها لقاء تواصلي ما بين الاعضاء ديال الشبيبه التجمعيه وكل الاطر وكل الفاعلين. كنبغي ايضا نهنئ الجهه ديال الداخلة والذهب بالسيد حرمة الله وأيضا السيد راغب اللي هو شاب واللي كيكون مثال حي لكل الشباب اللي حضروا معنا اليوم واللي فهموا أنه باش نغيروا من الأوضاع ديال بلادنا ديالنا كيخصنا نكونوا فاعلين سياسيين ما نبقاوش غير متفرجين. الحمد لله عندكم شباب اللي هو واعي ومثقف وقادر على حمل المسؤولية وقادر على حفظ المكتسبات وقادر أنه يزيد بالبلاد القدام. فحنايا كنراهنوا على هاد الشباب وإن ان شاء الله غادي تكون النتيجه ان شاء الله مرضيه لهم هما كشباب اللي غادي يكونوا رجال ونساء الغد وطبعا لبلادنا اللي كنطمحوا انها دائما تكون في الصدر. جهه حول موضوع مقومات الدوله الاجتماعيه ورهانات التفعيل وذلك بحضور ازيد من 300 شاب وشابه
من أبناء الداخل وادي الذهب، وذلك يومه السبت 24 يونيو 2022 ألفا. وإن الشبيبة التجمعية وهي تبادر لخلق هذا النقاش العمومي الشاب الرصيد لتستلهم خطواتها ومبادراتها من التوجيه الملكي السديد الذي جاء في البرقية الملكية التي بعثها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لرئيس الحزب السيد عزيز أخنوش